مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار لكل العناصر الجوية على المناطق الشمالية للوطن، لكن بعض القطرات من الأمطار التي ميزت نهار اليوم المناطق الشرقية وحتى الثلوج كانت على قمم المرتفعات الداخلية الشرقية التي فقع علوها 1200 متر. غدا بحول الله أحوال الطقس المرتقبة حسب مصالح الأرصاد الجوية، إذا الأجواء ستبقى مشمسة تماما بكل ربوع الوطن، لكن ما سيميز نهار الأحد هو الجليد الذي سيكون في الموعد خلال الصبيحة على المرتفعات الداخلية، نقول فقط الحيطة والحدر وخاصة لأصحاب المركبات. بالنسبة للجنوب الجزائري استقرار لكل العناصر الجوية، لكن سنشهد سحب كثيفة مرفوقة ببعض الأمطار احتمالا تكون رعدية فيما يخص ولاية تندوف. زوابع رملية موسمية بشمال الصحراء، بالصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي للوطن. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، إذن الأجواء ستبقى باردة درجة واحدة لكن تحت الصفر بالنسبة لباتنا الجلفة والبيض، درجة واحدة بتيرة، درجتان بقسنطينة سطيب، 6 درجات بالجزائر العاصمة تيزي وزو، 7 درجات بعنابس كيكدا، وهران مستغانم تيليمسال، 5 درجات فقط فيما يخص ولاية بشار غردايا، 4 درجات كادر مقياس بالواد بسكرة، 8 درجات بأدرار، 9 بعين صالح، 11 درجة بتمنى رسيت جناتي، تقارب 15 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. عن ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى سترتفع ولو بقليل، إذا 18 درجة بالجزائر العاصمة، 21 بوهران مستغانم، 16 بعنابس كيكدا تيزي وزو، 12 بالجلفة وحتى بقسنطينة سطيب، 11 بالبيض، 17 درجة بولاية بشار، 15 بغردايا، 16 بالواد بسكرة، 18 درجة بإليزي، 20 درجة بالصحراء الوسطى، 30 درجة بأقصى أقصى الجنوب الجزائري. البحر نهار الغد سيبقى إذا هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لن تتعدى إذا 40 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى، ضعيفة تماما على السواحل الشرقية والغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. أحوال الطقس بالنسبة للأيام القليلة القادمة، ستستقر كل العناصر الجوية إذا أيام الثلاثاء الأربعاء وحتى الخميس، الأجواء ستميل إلى الصفاء لكن الضباب هو الذي يبقى يميز كل صبيحة بحول الله. بالنسبة للسواحل والمرتفعات الداخلية الأجواء ستبقى أيضا مشمسة بالنسبة للجنوب الجزائري، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 إلى 20 درجة بالنسبة للسواحل، ما بين 10 درجات إلى 18 بالمناطق الداخلية، لن تتعدى 20 بشمال الصحراء، 29 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. ختاما شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 7 صباحا 51 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية ستبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.